لو تعرفنا يا فندم وتعرف السادة المشاهدين عن هذه المبادرات الرئاسية، احنا بنتكلم على فحص 1,636,000 طالب ضمن مبادرة الكشف المبكر عن فيروس سي. لو هنتكلم عن هذه المبادرة تحديدا يا فندم وعن هذا الفحص المبكر. حضرتك شكرا طبعا على الاستضافة، وهذه المبادرات الحقيقة بتشكل ركن أساسي من الكشف المبكر عن الأمراض، ده جزء، وجزء تاني علاج، تشخيص وعلاج هذه الأمراض إذا كانت موجودة، والجزء الثالث هو بتتضمن أيضا القضاء على قوائم الانتظار لبعض التدخلات الهامة والجراحية في مختلف التخصصات. بدون شك طبيا لما بنكتشف أي مرض مبكرا بيعني في كثير من الأحيان الشفاء الكامل، وفي أحيان أخرى هو يعني السيطرة تماما على هذا المرض. هدي حضرتك مثل واحد، حضرتك في الوسط اتكلمت على التهاب الكبدي سي، واتكلمنا أيضا على السكر مثلا، مرض السكر. مرض السكر يا فندم ممكن يبقى أولي، يعني يجي في سن مبكرا جدا، وده بيبقى خلل كبير في غدة البنكرياس اللي هي بتدي أو بتسيطر على السكر في انتظامه في دم الإنسان. في حالات السكر بيجي لها مبكرا وممكن يجي في الأطفال، وفي حالات كتير جدا ما بيبقاش حد عارف لا الأهل ولا الطفل إن عنده سكر. صحيح. وده ممكن يحدث منه بعض التداعيات. الجزء الثاني يا فندم مثلا النقص، وجود بعض الخلل في الغدد عند هذا الطفل او عند الشخص اللي بيتفحص، وايضا ما بيكونش في مظاهر اكلينيكيه او ما فيش شكوى واضحه محدده بتقول ان ممكن يكون في هذا الخلل. بعض امراض القلب، حاجات كتير قوي حضرتك. فهي الحقيقه لما بيحصل انه احنا زمان كنا نقول تشيك اب على العيان، ان احنا بنتاكد ان كل اجهزه الجسم وكل المعايير المعمليه بتقول ان كل شيء ماشي طبيعي. فالكشف المبكر بيكتشف حاجات ما كانتش موجوده، بيضع خطه تشخيص وعلاج لهذه الحالات. جميل. ثم متابعه، ودي نقطه في منتهى الاهميه. طيب ايه فائدته حضرتك؟ بيقلل العبء جدا على المريض شخصيا، لان لما الحاله بتتساب او لا تعالج او ما خدتش علاج مبكرا بيحصل بعض التداعيات من هذه الامراض، وبينعكس على الاسره، بيبقى في نوع من الاستقرار النفسي لما بيكون مريض في هذه الاسره سواء كان طفل او كبير. أكيد. تم السيطره على الاعراض اللي بيعاني منها وعلاجها. والحاجه الثالثه بيعود اقتصاديا على الاسره وعلى المجتمع بفوائد كثيره جدا. لان طبعا لو قارنا التكلفة التشخيصية والعلاجية لأي مرض فيه تداعيات أو فترة طويلة بتختلف تماما عن اللي بيكتشف في مراحل مبكرة. طب